في الشكل، أحال وزير المالية موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية، ولكن هل تختلف في المضمون عن موازنات 2023 و24 تحديدا بإيراداتها ونفقاتها؟ مشروع موازنة 2025 بتوجهه ما بيختلف كتير عن موازنات 2024 و2023 من ناحية توزيع الإيرادات والنفقات. من ناحية النفقات، 90% من النفقات هي نفقات جارية، بينما 10% هي نفقات استثمارية. بالنسبة للإيرادات كمان تقريبا 80% من الإيرادات هي إيرادات ضريبية و20% إيرادات غير ضريبية. ماذا بالنسبة للعجز؟ فهل انخفض عن ما كان عليه في موازنة السنة الماضية؟ وهل يوجد أرقام واضحة لدى المالية العامة؟ العجز اللي موجود بمشروع موازنة 2024 كان 14% من النفقات، بمشروع 2025 هو 4% من النفقات. بس وين النقطة؟ أنه نحن ما عندنا أرقام أداء المالية العامة لأي شهر من 2024، وأصلاً صار لوزارة المالية مش نشر أرقام المالية العامة من 2021، فما بنعرف شو نتائج المالية العامة بال 2024 أو أول 6 شهور من 2024 مقارنة مع الموازنة الذي أقر مجلس النواب. أعداد أي موازنة يرافقه رؤية وخطة اقتصادية واضحة، وهذا الذي لم يحصل في موازنة 2025، فمن أين ستتوفر الأموال لهذا العجز؟ وهل يلجأ إلى جيوب المواطنين؟ اليوم يعني كمبدأ الاقتصاد ما بيقدر يتحمل أي ضرائب جديدة. بجوز الحكومة تلجأ إلى الاستدانة من خلال إصدار سندات خزينة، بس السؤال مين رح يكتتب فيها؟ مصرف لبنان كان واضح جدا أنه هو صار له من أوائل 2023 لا يمول العجز بالموازنة، والمصارف التجارية اللي هي كانت مصدر لتمويل لشراء سندات الخزينة أكيد مش وارد يشتروا سندات خزينة بعد يلي صار وبعد قرار الحكومة السابقة التعثر عن تسديد سندات اليوروبونز. فبجوز في نية لإصدار سندات خزينة إذا في حاجة، بس بدك تشوف منين يجي الطلب على هالسندات. كالعادة مصادر التمويل غائبة، واللجوء إلى التسول أمر ممكن، كما حصل بين وزارة الطاقة والحكومة العراقية بشأن الفيول العراقي.